لا زالت مملكة البحرين تحافظ على موروثها المرتبط بعاداتها وتقاليدها وأصالتها، حيث تحرص المرأة البحرينية على ارتداء العباية في مختلف الأوقات. لذلك نجد أن عبايات العيد لها رونق خاص ونقوش متميزة، تحرص المصممات في البحرين على تصميمها وخياطتها بأسلوب متفرد ليتناسب مع هذه المناسبة. خيوط ذهبية وفضية، ألوان زاهية ومبهجة طرزت بشكل أنيق على أقمشة مختلفة زادها تألقا اللون الأسود. خطتها أنامل بحرينية لتزدان بها المرأة البحرينية في يوم العيد. تعودنا دائما أن عباية العيد لازم يكون لها الرونق الخاص وأنها تكون زاهية أكثر عن عبايات باقي السنة، فاخترنا لهاي العام أنها تكون بقصات مميزة، فاستوحيت بعض العبايات من قصة ثوب النشل البحريني، أضفنا عليها من الخيوط الزري، أضفنا عليها من الخيوط الذهبية اللي تعطيها رونق أكثر وتخليها زاهية أكثر ومناسبة للعيد أكثر. عباية العيد بتفاصيلها المختلفة والمتميزة لها رونق خاص، فتتفرد بقصات لافتة وزاهية لتكمل أناقة المرأة البحرينية، خصوصا وإن هذه التصاميم تم رسمها بشكل متسق مع زهوة العيد. البنات في العيد دائما يميلون حق العبايات اللي فيها الألوان الذهبية واللي تتناسب مع ستايل العيد مثل الذهب والحنة، وفي النهاية هاي هو لوك المرأة البحرينية في العيد. العباية هي من الموروثات الخليجية التي ما زالت حاضرة وبقوة، بل تزداد أناقة وتطورا مع مرور الأيام. وبرغم مسايرة الكثير من النساء البحرينيات والخليجيات للموضة، لكنهن لم يتنازلن عن العباية التي تكون دائما محور أناقتهن في مختلف المناسبات. تصاميم متنوعة بألوان زاهية وزادها بريقاً لمعة خيوط الذهب، فكل هذه التقاطيع منحت العباية السوداء شكلاً خاص لتكون مميزة وأنيقة، فتعزز الشعور بالبهجة والسعادة عند المرأة البحرينية لتصبح أكثر تألقاً في يوم العيد. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.